خلينا نروح للراجل المحترم صاحب المهام الصعبة جدا جدا. النهاردة أول يوم لظهور كامل الوزير تحت القبة اللي هي الحديث عن تطوير الطرق. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر. تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، وده طبعا لمتابعة خطة الوزارة تحديدا وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، وده طبعا بشأن متابعة وصيانة تلك الطرق.